حلفت على شخص ألا يفعل شيئا ما ولم يبر بقسمي، فماذا علي؟ إذا كانت اليمين مقصودة وانت حالف تقصد اليمين، سميها الله تعالى عقدتم الأيمان، اليمين المنعقدة، فإنه حينئذ عليك الكفارة. وهذا الشخص آثم، ليش آثم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حق المسلم على المسلم إبرار المقسم. إذا حلف عليك أخوك المسلم بر قسمه، لماذا تعرضه للكفار؟ فإبرار المقسم حق للمسلم على أخيه، إذا لم يبره الله يعين على هذا بالكفارة. والله تعالى يقول احفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، ما بالإنسان بس شوي كل شوي حلف. نعم.